هذا ويواصل معرض سيتيسكيب فعالياته اليوم لاستقطاب الزوار والمختصين الرواد في قطاع العقارات، والذي يسهم في توفير دعم قوي للقطاع العقاري بمملكة البحرين. ويعتبر المعرض منصة مميزة تقدم للمستثمر والمطور أحدث المنتجات والخدمات والمشاريع ليعكس مكانة مملكة البحرين كموقع استراتيجي للاستثمار العقاري، ما يسهم في رفع حركة الاقتصاد وإنعاشها في المملكة. يمثل معرض ومؤتمر سيتيسكيب العالمي أكبر فعالية عالمية وأكثرها شهرة في مجال التطوير والاستثمار العقاري. يهدف المعرض إلى الربط بين الزوار والمختصين الرواد في قطاع العقارات ليبقوا على اطلاع على أحدث التوجهات في سوق العقارات العالمية والتعرف أكثر على المشروعات الجديدة على مستوى العالم وتطوير فرص عمل فريدة. وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مشاركين فيه الحمد لله، بنعلن عن المشاريع ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية، من ضمنها مشاريع في مدينة سلمان. فاليوم شفنا إقبال كبير من المطورين العقاريين للأمانة، وكان هناك في عدد من اللقاءات والصفقات اللي إن شاء الله بيكون لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني. تم عرض أحدث المشاريع العقارية العملاقة في المعرض، والتي تتميز بإيجاد حلول سكنية وعقارية بمميزات ابتكارية ونهج حياة عصرية تلبي جميع الاحتياجات وتتوائم مع مختلف الأذواق والرغبات. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان المعرض ما شاء الله ناجح، وعدد الزيارات اللي شفناها بالجودة اللي نحتاجها احنا في المعرض، يعني نوعية الناس اللي زارتنا، الشركات الاستثمارية اللي مهتمة بالمشاريع العقارية في البحرين، المستثمرين على شكل أفراد أو مؤسسات، الجهات الحكومية المختلفة اللي شفناهم في المعرض أيضا ساعدنا احنا في نشوف مصالحنا حق الفترة القادمة من الحين إن شاء الله للمعرض القادم. شهد المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزوار ليستفيدوا من البرامج التفاعلية ذات المحتوى الغني وتبادل المعرفة واكتساب الخبرات المتعمقة في الصناعة. المعرض يعني نشكر قائمين على المعرض، المعرض جدا جميل، خلانا نتعرف على كثير من المطورين، كثير من الزبائن اللي كانت يعني مثلا ما نقدر نوصل لها وصلنا لها في المعرض، فهذا الشيء جدا ممتاز. احنا شاركنا في هاي المعرض علشان نروج حق شققنا الموجودة، عندنا عروض مميزة حق الشقق الموجودة مثل ما تشوفين موجودين هني، والإقبال على المعرض كان ممتاز، التنظيم كان جيد في المعرض، الإقبال كان جدا كبير وفي إشادة كبيرة من الزباين اللي مرتنا، كلها منبهرة من حسن التنظيم واستأنست بتعدد الخيارات. هذه من أنجح المعارض العقارية اللي شاركنا فيها في مملكة البحرين، وتزامنا مع معرض المجوهرات والحمد لله كان الحضور جدا كبير، طرحنا فيه مشروع أونكس سكاي فيو في منطقة البحرين باي مقابل الفور سيزون. المشاركة الكبيرة من قبل المختصين في القطاع العقاري وكبار المتحدثين في مؤتمر تكنولوجيا العقارات تسهم في رفض الخطط العقارية في المملكة بالخبرات المتنوعة.